السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حكيم عيون. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم ناس كتير خالص، وهو المياه البيضاء. من ضمن التعريفات الخاطئة للمياه البيضاء إنها شيء بيكون مصحوب بدموع في العين. الناس فاهمة كلمة مية يعني دموع، لا، المية البيضاء هي عتامة بتصيب جزء من العين وهو اسمه عدسة العين. ربنا سبحانه وتعالى خالق جهاز الرؤية عبارة عن قرنية العين وبعد كده العدسة والجسم الزجاجي، ودي كلها أجزاء شفافة بتنقل الضوء بسهولة شديدة إلى مركز الإبصار في الشبكية اللي بدوره بينقلها للعصب البصري والمخ يترجمها. لما بتصاب عدسة العين بغمامة أو ضبابية أو لونها بيتحول من الشفاف إلى اللون المعتم، ده بيطلق عليه الكاتاركت أو المياه البيضاء أو الساد. يبقى المياه البيضاء هي عتامة بتصيب عدسة العين وليس لها علاقة خالص بموضوع زيادة إفراز الدموع. عشان في ناس طيبة جدا وبتيجي تقول لي أنا عيني بتدمع والناس قالت لي إن عندي مية بيضاء. طيب أنواع المية البيضاء دي إيه؟ أول حاجة في نوع اسمه المياه البيضاء الخلقية، يعني ممكن طفل صغير لسه مولود ويتشخص بالمياه البيضاء. ومن ضمن الحاجات الخطيرة للأمانة أن الطفل ما يتفحصش فيكتشف الموضوع متأخر، تكون النظر عنده تكون بشكل مش سليم، وخصوصا لو أصيب في عين واحدة، ده بيؤدي إلى حاجة اسمها كسل العين الوظيفي. علشان كده بننصح دايما الأمهات أن الطفل الصغير اللي اتولد، وبالذات لو كانت الأم حصل لها أي مشاكل أو خدت أي علاج أثناء الحمل، أو الطفل كان مبتسر أو اتولد قبل ميعاده أو دخل حضانة أو خد أكسجين زيادة، أن لازم طبيب العيون يفحص العين تجنبا لحدوث أي مشكلة خلقية اتولد بها الطفل، وخصوصا المياه البيضاء. يبقى النوع الأول هو المياه البيضاء الخلقية اللي ممكن الشخص يتولد بيها في بداية عمره. النوع الثاني اسمه النوع المكتسب، وده ممكن يحصل في أي مرحلة بداية من الطفولة حتى الشيخوخة، لكن النوع الأشهر على الإطلاق هو اللي بيصيب كبار السن وبيحدث مع تقدم العمر كنوع من التغيرات الطبيعية اللي بتحصل زي ما بيتقدم بينا العمر في كل شيء، في الجلد وفي الشعر وفي بعض الشرايين. بيحصل كمان عتامة بتبدأ ببساطة شديدة تعمل ضعف خفيف في النظر، لما بنكشف على المريض بنقول له ان انت عندك بساطة شديدة بداية مية بيضاء، هل في يا دكتور حاجة اقدر اعملها؟ انت بس ممكن في المراحل الاولى نعمل نظارة او نتابع، وبعد كده في مرحلة متأخرة هنعمل تدخل جراحي، وهو ده للأسف الحل الوحيد في عمليات المياه البيضاء. يبقى في ملخص سريع، المياه البيضاء هي عتامة بتصيب عدسة العين اللي شفافة، بتحولها الى لون معتم، بتأثر على الرؤية، ممكن تكون قلقية يعني الطفل يتولد بيها، وممكن تكتسب في أي مرحلة سواء في الطفولة أو في مراحل متقدمة من العمر، والأشهر منها أنها بتحصل كنوع من التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل مع تقدم العمر. أشوفكم بعد الفاصل. إي جي ليزك، خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي. رجعت لحضراتكم تاني وبنكمل موضوعنا عن المياه البيضاء. السؤال الأشهر، هل يا دكتور في حاجة أقدر أحمي بيها نفسي من حدوث المية البيضاء إن هي ممكن تجيني؟ الأنواع الخلقية ممكن يحصل كنوع من الوقاية إن الأم أول ما تعرف إنها حامل ممنوع تتناول أي أدوية، وبالذات في الثلاث شهور الأولانيين لو حصل لها أي إصابة بأي عدوى، وبالذات حاجة اسمها الحصبة الألماني أو أي نوع من الفيروسات أو الميكروبات، لما نبدأ نستخدم مضادات حيوية لازم تكون تحت إشراف طبي كامل. لو حصل أي مضاعفات أثناء الحمل، ارتفاع في ضغط الدم، أصيبت الأم بالسكر أو في تاريخ مرضي لهذه الأشياء في العائلة، لازم يتم متابعة الجنين أثناء تكونه بشكل سليم. تاني حاجة، الأطفال لما بيتولدوا بدري شوية وبالذات لو 30 أسبوع أو أقل من 1500 جرام لو كيلو ونص يعني، ودخلوا حضانة أو قعدوا تحت أكسجين اسمه هايبر باريك اللي هو الأكسجين المركز، بيحصل لهم بعض المضاعفات لأن العين عندهم ما بتكونش لسه اتكونت. من ضمن المضاعفات اللي ممكن تحصل إصابة الشبكية أو إصابة العين بحاجة اسمها المياه البيضاء. يبقى دي الحاجات اللي نقدر نحمي بيها الأطفال من حدوث أي مضاعفات أثناء الحمل أو الفترة بعد الولادة، اللي هي المياه البيضاء الخلقية. في الأطفال الصغيرين احنا قلنا ان بعد كده في نوع اسمه النوع المكتسب. الإصابات بتاعة العين هي الأشهر على الإطلاق، سواء الإصابة المباشرة أو خبطة على الراس بشكل عنيف، أو ان حاجة ربنا يعافيكم اخترقت قرنية العين ودخلت جوه العين فلمست العدسة
وعملت فيها حاجة اسمها المياه البيضاء. ممكن في بعض الأحيان تكون بعض الأمراض اللي بتحصل في الأطفال بياخدوا مثلا كورتيزون بشكل كبير أو عندهم أي أمراض قوية أو مزمنة، الأمراض المناعية، ممكن برضو الأطفال يصابوا في سن مبكرة جدا بالمياه البيضاء. فكل لما نبدأ ناخد العلاج بدري ونحمي الطفل من حدوث المضاعفات بنحميه بالتالي من تطور المياه البيضاء. الحاجة الوحيدة الحقيقة اللي ما بنقدرش نحمي من حدوثها هي المياه البيضاء الفسيولوجية أو الطبيعية اللي بتحدث نتيجة تصلب عدسة العين مع تقدم العمر، لأن ده بالنسبة لنا اسمه تقدم العمر أو الايجينج، والحمد لله يعني دي حاجة ما بتبقاش خطيرة وما بتمثلش مشاكل كبيرة وبتمشي بشكل تدريجي، فالشخص ممكن يكتشفها بدري جدا، وفي بعض الأحيان بتكون مجرد بس محتاجة متابعة أو بعض الأدوية المضادة للأكسدة أو نلبس الشخص نظارة وبنتابع كل 3 شهور. لو وصلنا لمرحلة متقدمة أو النظر يعني حصل فيه خلل بشكل أثر على حياة الشخص، في الحالة دي بنلجأ للتدخل الجراحي. يبقى باختصار شديد الوقاية هي وقاية المياه البيضاء الخلقية نتيجة حماية الأم أثناء فترة الحمل، أو التشخيص المبكر للأطفال المبتسرين أو اللي اتولدوا بدري أو دخلوا حضانات، أو حماية الأطفال من الإصابات أو الأمراض المناعية أو أنهم ياخدوا أدوية بشكل عشوائي في السن الصغير، وبعد كده مع تقدم العمر الكشف الدوري على العين وحمايتها من حدوث أي مضاعفات نتيجة أمراض بتحدث مع تقدم العمر وبالذات مرض السكر أو بعض الأمراض المناعية الأخرى. أشوفكم بعد الفاصل. إيجي ليزك، خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي. أهلا بحضرتكم، هنتكلم النهاردة يعني في الجزء الثالث من الحلقة بتاعتنا عن أعراض المياه البيضاء. احنا قلنا في تعريف المياه البيضاء هي عتامة بتصيب عدسة العين اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتمثل جزء كبير جدا من جهاز الرؤية، وهي في الأصل شفافة، فبالتالي طول عمرنا بنشوف الصورة بشكل طبيعي. لما بيحدث فيها العتامة دي بيبدأ الشخص يشعر في بداية الموضوع كأن في شبورة خفيفة بدأت تحصل، ممكن تكون في عين واحدة أو في العينين. لما بيزداد الموضوع بتبدأ الرؤية تقل تدريجيا. في كذا نوع من المياه البيضاء، في انواع بتيجي بشكل في اطراف العدسة العين ودي تطورها بيكون بطيء شوية فممكن يتأخر قرار اي تدخل جراحي، لكن في انواع تانية بتكون قريبة جدا من مركز الرؤية اللي موجود في عدسة العين وده بيأثر بشكل كبير جدا، فالمريض بيشعر بشكل كبير قوي بتشوش في الرؤية، وده اللي في الغالب بيجي لنا بدري جدا. الاعراض بتتراوح ما بين مجرد تشوش بسيط في الرؤية الى ان بعض الناس بتجيلنا من كتر خوفهم انهم يحلوا الموضوع او يتدخل جراحيا عشان يعمل الموضوع لدرجة انهم ما بيقدرش يشوف كف ايده، فتيجي ست طيبة جدا تقول لي يا ابني انا خايفة اعمل العملية وحتى انا بفتح الباب وما ببقاش عارفة مين اللي بفتح له، بعرفه من صوته، بيجي مثلا بتاع محصل الكهرباء وانا ببقاش عارفة اقرا الايصال اللي فيه، بيتصل بيا ولادي وانا ببقى مش عارفة مين فيهم اللي بيتصل. فاحنا عاوزين نطمن امهاتنا وابهاتنا ان يا جماعة بفضل الله احنا بناخد بكل الاسباب ومع التطور اللي وصلنا له مفيش داعي انك توصل بالاعراض بتاعتك لهذا المستوى المتدني من الرؤية. كان زمان للامانة كل الناس عندهم اعتقاد يقولك المية ما تجيش غير لما تستوي، كان زمان المية بتتعمل بتقنية عنيفة جدا اسمها الانتراكابسولر، كنا بنشيل عدسة العين بالكامل وده بيأثر على جهاز الرؤية في العين بشكل كبير قوي، حتى قبل ما يتم استخدام النظارات كان الشخص بعد كده بيبقى الرؤية عنده وصل لدرجة انه مش شايف خالص، فلما بتتشال المية وبيشوف شوية متر ولا مترين بيبقى مبسوط جدا. لكن بفضل الله احنا وصلنا لتقنيات ان احنا اثناء حتى عملية المية البيضة بنقدر نعمل تصحيح ابصار اثناء العملية، فيحصل المريض على مستين، التخلص من المية البيضة وحصوله على رؤية جيدة جدا بدون الاستعانة بنظارة. اصبح عندنا تطور كبير جدا هنتكلم فيه في جزء الحلقة الخاص بحلول علاج المياه البيضاء، لكن دلوقتي بنقول يا جماعة حكاية ان المية تستوي او ما تستويش دي ما بقاش كلام خالص يعتمد عليه. اول ما الشخص يبدأ تتأثر رؤية عنده لدرجة ان حياته يحصل فيها خلل، يعني هل يعقل ان واحد مثلا بيسوق ينفع يستنى نقول له لا استنى لما المية تستوي؟ طب ما هو هيسبب اذى لنفسه واذى للناس. مهندس مثلا كل حياته وكل شغله معتمد على دقة متناهية في الرؤية، هنقول له استنى لما المية؟ وهكذا. فكل واحد بتتراوح الاعراض عنده ما بين حاجة بسيطة لحاجة متوسطة لحاجة كبيرة، لكن في الاخر الحياة اللي بتفرض على الواحد استخدام التدخل السريع او ان احنا ممكن نأخر قرار العملية، بالإضافة
بالإضافة إن إحنا كمان لما بنستنى على المية البيضة بالإضافة لتشويش الرؤية هي كمان ممكن توصل إن عدسة العين حجمها يزيد وهي جزء داخلي في العين فتبدأ ترتفع معاها حاجة اسمها ضغط العين فيأثر على العصب البصري وفي بعض الأحيان ممكن يسبب أذى كبير لو أهمل الشخص هذه المشكلة. عشان كده ببساطة بنلخص في كل جزء إن يا جماعة أعراض المية البيضة أول ما تشعر إن في تشوش في الرؤية والدكتور يقول لك إن في مية بيضة لو الدكتور قال لك إنها ينفع تستنى عليها وناخد علاج يحمي أو في أمراض ممكن لما نعالجها تخلي تطور الموضوع بسيط كان وبها. لكن لما نوصل لمرحلة إن الطبيب يقرر إن أنت محتاج تدخل للأسف لم يتوصل العلم حتى الآن إلى دواء أو قطرة أو حتى نظارة ممكن تخليك تشوف وجود عدسة العين إن إحنا هنفترض إن أنت عندك الإزاز بتاع العربية اللي قدام بدأ يحصل فيه تجريح أو تشويش مهما عملت فيه مش هتشوف كويس بالعكس ده بيحصل تشتت جامد جدا في الضوء ده اللي بيحصل في عدسة العين بالظبط. يبقى إحنا بننصح بكل أمانة إن الناس اللي تشعر إن في تشوش في الرؤية والدكتور يكتشف إن عندهم مية بيضة ما تستناش إن الموضوع يتطور بفضل الله دلوقتي إحنا بناخد بكل الأسباب وبنطرح عليك كل الحلول وبنشرحها لك بتفاصيل بسيطة جدا ده اللي هنتعرف عليه في الجزء الثاني من الحلقة انتظرونا. إيجي ليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي. السلام عليكم. هكلم حضراتكم بقى عن بفضل الله التقنية الحديثة خالص اللي بدأنا نستخدمها منذ سنوات واللي تطورت بشكل كبير جدا ان احنا دلوقتي نقدر نعالج المياه البيضاء من خلال كذا نوع من التدخلات اول نوع اسمه الفيكو او الموجات الصوتية من خلال جهاز فعلا قد سن الالم ده من فتحة حوالي 1.8 ملي بنقدر ندخل جهاز بيعمل زي زبزبات كده بيفتت العدسة اللي هي حصل فيها عتامة ونبدأ نشفطها من خلال الفتحة الصغيرة دي ومن نفس المكان الصغير ده بنقدر نزرع عدسة اسمها عدسة العين بتخش تتفرد جوه العين وعندنا انواع هايلة من العدسات سواء العدسة الاحادية او المتعددة او كمان العدسات اللي بتعالج الاستجماتيزم فبالتالي بيحصل المريض على ميزة الحصول على رؤية جيدة جدا بعد العملية. في بعض الاحيان بنستغنى بيها تماما عن النظارات سواء النظارة بتاعة المشي او القراءة. الحل التاني حاجة اسمها الفيمتو كاتاراكت ودي تقنية حديثة جدا وهي ازالة المياه البيضاء بالفيمتو ليزر دي بدون تدخل خالص عن طريق جهاز الفيمتو ليزر المعروف عنه في تصحيح الابصار بنقدر نفتت العدسة ودي بتدينا ميزة حتى في انواع المياه البيضاء المتصلبة او القوية ان احنا نفتت العدسة لكميات كبيرة جدا وبتتشفط برضو من خلال فتحة صغيرة خالص والتحول اللي حصل او التطور اللي حصل في انواع زرع العدسات وخصوصا اللينة اللي بنقدر ندخلها من فتحة صغيرة جدا وتتفرد جوه العين العدسات دي كمان بتدي مميزات رؤية عالية جدا بالاضافة الى فلاتر فيها موجودة للحماية من الاشعة فوق البنفسجية بتشابه سبحان الله العدسة الطبيعية اللي ربنا خلقها في حمايتها لشبكية العين. كل المميزات دي نقدر نضيف ليها ان انت كمان تصحح النظر يعني سواء كان عندك طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم كل ده نقدر اثناء العملية ان احنا نتغلب عليه سواء بشكل كامل او بشكل جزئي ونديك ميزة الحصول على رؤية ممكن تكون ان احنا نصلح لك النظر للمسافات البعيدة او المسافات القريبة او نعمل حاجة اسمها المونوفيجن لو انت عندك مية بيضة في عينيك الاثنين نقدر نصلح عين للبعيد وعين للقريب بحيث ما تحتاجش اي نظارات. في بعض الاحيان لما بيكون المريض كان عامل عملية مية بيضاء قبل كده وبنلجأ ان احنا نعمله التانية بالتقنيات الحديثة دي ممكن بعد كده نديله ميزة تصحيح الابصار سواء عن طريق الليزك او عملية جديدة اسمها السوبرا كور بحيث ان هو تقريبا يبقى معتمد في حياته كلها للبعيد والقريب والكمبيوتر والقراءة والموبايل في كل حاجة من غير ما يحتاج نظارة خالص. دي التقنيات الحديثة اسمها الفيكو او الموجات الصوتية والفيمتو كاتاراك بفضل الله متوفرة في مراكزنا على احدث ما يكون بنعمل كل الفحوصات الممكنة قبل العملية. العملية بتتعمل ببنج موضعي التكلفة عندنا يمكن يعني تقريبا في حدود المتاح لكل الناس بتحصل بإذن الله على أحسن وأفضل النتائج يعني أكيد يعني بفضل الله إحنا بنتمنى لكم كل الصحة والسعادة فبنحاول نبقى حريصين جدا على توفر كل الإمكانيات الحديثة حتى استاف التمريض عندنا والمساعدين والأوبتيشنز وأجهزة التشخيص بفضل الله الناس اللي شرفونا في مراكزنا عارفين كويس جدا إحنا بنراعي قد إيه التطور اللي حاصل وبنتابعه باستمرار سواء من المناسبات الطبية اللي بتحدث في مصر أو برا مصر فبالتالي بنوفر لكم كل الأجهزة الحديثة إن شاء الله واللي متابعيننا باستمرار عارفين ده كده. أشوفكم دايما على خير وفي صحة وسعادة مع أطيب تمنياتنا مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك إيجي ليزك.